العام الدراسي الجديد قرب، وعارفين قد إيه متطلبات الدراسة وأهميتها لأطفالنا، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدوره ومن خلال أسبوع الخير بمحافظة بني سويف قدر يفرح أهلنا ويساعد أهالينا الأولى بالرعاية. مؤسسة أبو هشيمة الخير قامت بتوزيع 1000 شنطة مدرسية بالإضافة لألف جاكيت لأهالي مركز ومدينة سمسطة. النهاردة جينا سمسطة نوزع بقى بنفسنا 1000 شنطة مدرسة و1000 أدوات مدرسية و1000 جاكيت للأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة العام الدراسي الجديد. دي حاجة احنا بنبقى مبسوطين بيها، لأن ده دورنا كلنا، المفروض نقف مع الناس الأكثر احتياجاً ونقدر نوزع عليهم أي حاجة تقدر تساعدهم في فصل الشتاء. طبعا ممكن الجو يبقى برد وكده، فحبينا ان احنا يبقى في مع الشنط المدرسيه في جواكت برضو. وسط حضور عدد كبير من المستفيدين، 50 متطوع كلهم كانوا حريصين على وصول الدعم للمستحقين من خلال نزولهم لارض الواقع وعمل دراسات ميدانيه ليهم. واثناء التوزيع عبر الاهالي وخصوصا الاطفال عن مدى سعادتهم بالهدايا. انا خدت شنطه وجاكيت عشان يعني هم عطولنا عشان المدرسه، فرحانه عشان خدت لبس المدرسه. خدت شنطه ولبس المدرسه، نشكره جدا زي ما فرحنا ربنا يفرحه. انا كراريز العيال والشنط ولبس الله يبارك له ويصلح حاله، ورئيسنا الله يبارك له ويعينه ويصلح حاله، يبارك لنا فيه يا رب ويصلح لنا حاله ربنا ويبارك لنا فيه كمان مره. والله ده خير كتير وربنا يسترها معاه زي ما ستر الناس وعطى خير كتير يعني. واشكر التحالف الوطني وبشكر الاستاذ احمد ابو هشيم والرئيس عبد الفتاح السيسي. مجهودات ضخمه بيقوم بها التحالف الوطني في كل انحاء الجمهوريه من اجل وصول الدعم وادخال الفرحه على قلوب الجميع.